طبقنا هلأ هو دملة أو دملامة من أوزبكستان. المكونات: فلفل حلو، طماطم، بطاطا، سيقان الدجاج، باذنجان، بصل ملفوف صيني، ملح، كمون حب، فلفل أسود حب، كزبرة حب، شمندر، لية خروف. رح نعمل وصفة الدملة الشهية ونبدأ مع البهارات وندقها مع الملح بالهاون لحتى ينعم. هيك تمام. هلأ رح نقطع الخضار. منقطع الباذنجان دوائر. إحنا ما قشرنا الباذنجان، لكن إذا ما بتحبوا القشرة ممكن تقشروه بالكامل أو تقشروا جزء منه، رغم إنه القشرة فيها فوائد كتيرة. ومنقطع البطاطا المقشرة والمغسولة دوائر كمان. منقطع البصل شرائح. ومنقطع الفلفل الحلو. إحنا استخدمنا لونين، الأخضر والأحمر. منقطع قطعة كبيرة. ومنقطع الشمندر المقشر دوائر. والبندورة منقطعها أنصاف، وإذا الحبات كبيرة ممكن نقطعها أرباع. ومنقطع اللية شرائح. في الطنجرة مننزل قطع اللية ومنرتب فوقها سيقان الدجاج. ومنرش السيقان بالكمون الحب. وكمان بالملح والبهارات اللي طحناها. منوزع البصل فوق الدجاج. وفوق البصل منرتب قطع البندورة. ومنرجع نرش الملح والبهارات. بعدين منحط الشمندر. والبطاطا. ومنرجع نرشها بالملح والبهار. فوق البطاطا منوزع قطع الفلفل الحلو. وبعدين منرتب قطع الباذنجان. وكمان منرشها بالملح والبهارات. وآخر شي منغطي الخضار بأوراق الملفوف الصيني ومنضغط الخضار بإيدينا ومنسكر الطنجرة. منحط الطنجرة على نار عالية بالبداية، بعدين منوطي النار ليستوي الدجاج والخضار براحتهم. هلأ استوت، منشيل أوراق الملفوف. ومنسكب الدجاج والخضار في صحن التقديم. ومنزين بأوراق الكزبرة. وألف صحة وهنا. رح نعمل نودلز الأرز مع الفطر. المكونات: زنجبيل، ثوم، كرات، فطر المحار، الفطر البني، نودلز الأرز،
بامبو معلب، زعتر أخضر، ذرة صغيرة معلبة، براعم فول الصويا، فطر الشانتريل، زيت نباتي، صويا صوص، ملح، كراوية حب، فلفل أسود حب، إدمامي. وصفة جديدة للنودلز، نبدأها بنقع نودلز الأرز بالماء ونتركه على جنب. رح نقطع الفطر أولاً. قطعنا الفطر البني واللي بيشبه الفطر الأبيض كتير. بعدها منقطع فطر المحار، منقطعهم قطع متوسطة. منقطع الكرات من الجنب بشكل طولي، ومناخد الأوراق الخارجية. نفردها ومنقطعها شرايح رفيعة جداً. منقطع الذرة المعلبة قطع تكون متوسطة. ومنقطع الزنجبيل قطع صغيرة. والبامبو المعلب منقطعه مكعبات. وصفات النودلز هي الأشهر في آسيا، بيتم تغيير المكونات مع بقاء المكون الرئيس وهو النودلز بأنواع مختلفة. هلأ مندق الملح والفلفل الأسود والكراوية مع أوراق الزعتر بالهاون لحتى ينعموا. بهذا الشكل منضيف الملح للمي المغلية، ومنصب الزيت النباتي، ومنضيف عرق من الزعتر الأخضر، ومننزل فطر الشانتريل في المي، ومنرفع الطنجرة عن النار. هلأ منصب الزيت النباتي في الووك، نقلي فيه الزنجبيل مع الفطر، فطر المحار والفطر البني طبعاً، ومنقلبهم. بعدين منضيف البامبو المعلب، ومنضيف الكرات، ومنحرك. منضيف فطر الشانتريل بعد ما صفيناه من المية، ومنحرك. منضيف الإدمامي واللي هو فول الصويا الأخضر، ومنقلب. هلأ منصب الصويا صوص، ومنرجع نحرك. منضيف الملح والبهارات اللي دقيناها مع الزعتر، ومنضيف قطع الذرة الصغيرة، ومنقلب. نرجع نصب صويا صوص، ومنقلب. منصب المي، ومنضيف النودلز بعد ما صفينا. منحرك النودلز مع بقية المكونات، ومنتركهم على النار شوي. هلأ منرفع الوك عن النار، نسكب النودلز في طبق التقديم. منزين بأوراق البقدونس وبراعم فول الصويا. وألف صحة وهنا. طبقنا اليوم كوب داري من المطبخ الجورجي. المكونات: طماطم، فلفل حار، بصل، ثوم، فلفل حلو، لحم غنم، زبدة، بيض، كيفير أو لبن مخمر، طحين، بيكنج باودر، سكر، لية خروف، ورقيات اللي هي بقدونس وشبت وكزبرة خضراء، زيت نباتي، ملح، كمون حب، فلفل أسود حب، كزبرة حب، خميرة جافة، وسمسم. نبدأ بدق الملح والبهارات بالهاون.
تمام. منحط الخميرة الجافة في وعاء عميق ومنصب فوقها مية دافية ومندوبها منيح. منضيف الكفير ومنحرك ومنضيف البيكنج باودر ومنحرك. نكسر بيضة ومنحركهم سوا. منرش رشة ملح ومنرجع نحرك. منضيف الطحين ومنحرك بالملعقة وبعدين منكمل عجن باليد. منترك العجينة ترتاح شوي. منقطع لحم الغنم مكعبات صغيرة كتير. ومنفرم بصلة فرمة ناعمة. منقطع لية الخروف مكعبات صغيرة كتير. منحط قطع اللحمة في زبدية مع اللية ومنضيف البصل ومنرش عليهم رشة من الملح والبهارات ورشة من الكمون الحب ومنحرك. منضيف مية على اللحمة ومنرجع نحرك. نكسر بيضة في زبدية ومنخفقها بالشوكة. وبعد ما ارتاحت العجينة منرقها على شكل رغيف دائري. منفرد اللحمة في وسط العجينة ومنجمع أطراف الرغيف ومنسكره ومنقلبه ومنعمل فتحة في منتصف الرغيف ومنرشه بشوية طحين ومنرجع نفرده مرة تانية. ندهن السطح بالبيض المخفوق ومنرشه بالسمسم. منحط الرغيف على ورق زبدة فوق صينية الخبز وعلى الفرن. منقطع البندورة مكعبات متوسطة ومنقطع كمان الفلفل الحلو ومنتخلص من الجزء الداخلي. منقطعه مكعبات صغيرة. نفرم الثوم فرمة ناعمة ومنقطع الفلفل الحار قطع صغيرة. منقطع الورقيات. إحنا استخدمنا البقدونس والشبت والكزبرة. في المحضرة منحط البندورة والفلفل الحار والملح والبهارات والزيت النباتي ومنخلط المكونات مع بعض. لحتى تصير مثل هيك. منصب زيت في القلاية ومنقلي فيه الثوم. منضيف الفلفل الحلو ومنقلب. مننزل خليط البندورة والبصل ومنتركه على النار لحتى تتسبك البندورة ومنضيف الورقيات. هلأ منرفعها عن النار. منطلع فطيرة الكوبداري من الفرن ومنقطعها مثلثات ومندهن سطح القطع بالزبدة. منقدم الفطاير مع صلصة البندورة ومنزين بالكزبرة الخضراء. وبالهنا والشفاء.
رح نعمل سلطة البط والأفوكادو. المكونات: أفوكادو، كرات، فلفل حار، زعتر أخضر، فخذ البط، مايونيز ياباني، ليمون أخضر أو لومي، خس آيسبرغ، روبيان، زيت نباتي، ينسون مطحون، ملح، أعشاب بحرية، تشوكا، فلفل أسود، زعتر ناشف، إكليل الجبل، زبدة، ليمون، زيت السمسم وصويا صوص. رح نبدأ وصفتنا بتجهيز فخدة البط. في الوقت اللي بتكون فيه على النار منجهز بقية المكونات. منقلي فخدة البط في الزيت، منرش الملح على الوجه الأول، ولما يتحمر منقلبه على الوجه الثاني ومنرشه بالملح. وبس تستوي الفخدة نص استوى منرشها بالملح والزعتر الناشف ومنرجع نقلبها. منحط الفخدة على صينية الخبز ومنصب عليها شوية صويا صوص. منتأكد إنه الصويا صوص توزعت على كل القطعة. هلأ مندهن القطعة بالزبدة ومنحط فوقها قطع الزنجبيل وعلى الفرن لتكمل استوى. هلأ مندق الملح والفلفل الأسود بالهاون لحتى ينعم بهذا الشكل. منحط الروبيان في زبدية، منرشه بالملح والفلفل الأسود ومنعصر عصرة ليمون، منصب عليه شوية من الصويا صوص وشوية من زيت السمسم ومنحركهم سوا ليتشربوا النكهة. منصب زيت نباتي في المقلاية، مننزل فيه الثوم وعرق الروزماري ومنقلي فيه الروبيان. بس يتحمر الوجه الأول نقلب على الوجه الثاني. منقطع فخذ البط بعد ما طلعناه من الفرن قطع صغيرة ومنقطع الروبيان كمان قطع صغيرة. منقطع الأفوكادو بعد ما قشرناه مكعبات صغيرة. ومنقطع الخس. ومنقطع الفلفل الحار شرائح كبيرة. مناخد طبقة من ساق الكرات وبنقطعها من الجنب زي ما انتو شايفين. ومنشيل الزايد من عروق الزعتر الأخضر. هلأ منحط لحم البط في زبدية، مننزل عليه الخس ورشة من الملح ورشة من اليانسون المطحون، ومنضيف المايونيز الياباني ومنقلب. إذا مش متوفر ممكن تستخدموا المايونيز العادي. في زبدية تانية منحط الأفوكادو والروبيان ومنعصر عليهم لومي. ومنضيف لهم رشة من زيت السمسم ومنحركهم مع بعض. هلأ منقدم السلطة في كاسة كبيرة ومنحط الأعشاب البحرية أول إشي، بعدين منحط فوقهم لحم البط مع المايونيز والخس، وفوقهم منحط الروبيان مع الأفوكادو. منزين بالكرات والزعتر الأخضر
وقطع الفلفل الحار. صارت جاهزة. وصحة وميت هنا.